إخواننا بتوع نادي العلوم اتجمعوا فين أو راحوا فين علشان يشوفوا هذه الزراعة؟ راحوا الجبل المقطم، هل راحوا المحميات الطبيعية في الصحراء؟ يعني تجمعاتهم كانت فين من أجل رصد هذه الظاهرة، ولا البرد أثر عليهم؟ هو طبعا بلا شك فترة الشتاء والبرد طبعا بيكون له تأثير، والسحب والغيوم القريبة أو المنخفض بيكون لها تأثير على رؤية مثل تلك الظواهر الفلكية. لكن طبعا الخروج في أي مكان خارج المدينة، مش لازم تكون محمية معينة أو الجبل المقطم أو كده، أي مكان خارج الإضاءة الصاخبة للمدينة بيكون جميل جدا. طبعا بنقصد المدينة كل مدن مصر مش بس القاهرة. بعض الظواهر الفلكية غير زخات شهب المتميزة، المعهد عندنا بيفتح أبوابه سواء في مقره الرئيسي في حلوان أو في مرصد الأطمية الفلكي، بيجي لنا هواة وأسر وعائلات كتير، وطبعا بيصاحب ذلك يعني بعض التوضيحات العلمية عن الظواهر الفلكية اللي موجودة، فبنرحب بيهم وبنجاوب على أسئلتهم ونوضح لهم الظاهرة، ولا سيما بعض الظواهر بيصاحبها عدد من الشائعات إن دي دلالة على نهاية الكون أو علامات غضب الطبيعة أو إلى آخره، وده طبعا غير صحيح بالمرة مع كل الظواهر الفلكية اللي بتحدث في العالم. لكن بنقول لحضراتكم الحسابات الفلكية والدليل الفلكي اللي المعهد بيصدره سنويا بيكون فيها كل الظواهر الفلكية اللي ممكن رؤيتها على مدار العام الميلادي.